السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناة الأستاذ الافتراضي. في هذا الفيديو غادي نصحح معكم امتحان اللي تحط في جهة ديال الدار البيضاء اسطات، امتحان اللي كيتمحور حول رواية لابواط ميغفي واللي تعطى للأدبيين يعني شعبة الآداب والعلوم الإنسانية. طبعا إلى عندكم الروايات الأخرى أو الامتحانات اللي تعطات للعلوم فيمكن لكم تصيفطوها ليا في الواتساب أو الانستغرام، باش هكذا نصحوا أكبر عدد ممكن ديال الامتحانات ونلبي الطلب ديال جميع المشاهدين ديالي والمتتبعين. دونك بالنسبه للفيديو كملاحظه، ما عرفش كيفاش غادي يكون الصوت، ما عرفش كيفاش غادي تكون الصوره، لان بدلت الوسيله اللي غادي نصور بها الفيديو. فخليو ليا في لي كومونتير التعاليق ديالكم، لا من ناحيه ديال الجوده ديال الصوت او ديال الصوره، فهاد الشيء كيهمني بزاف. نبداو على بركه الله بالنسبه للاسئله. بالمناسبه هذه الروايه ديال لابواتا ميغفي كيتطرح ليا سؤال، مثلا كيفاش نعرف الروايه بلي هي لابواتا ميغفي ولا كتنتمي لمسرحيه اونتيغون ولا لو ديرني جور دان كونداني. فهنا اول ملاحظه عندنا اسيزون في عمر 6 سنوات، فشكون اللي غادي يهضر على 6 سنوات من غير سيدي محمد او احمد الصفريوي؟ دونك هاد لي بروف هادي بيان كلير راها ديال لابواط ميغفي. بالنسبه لاول سؤال واللي هو كلاسيكي طبعا، خصك تعمر هاد لو تابلو غوكوبي، يعني خصك تكتبو في الورقه ديال التحرير ديالك وتعمرو طبعا لو تيتغ لو تور لو جونغ ليتيرير اي لو سيكل. بالنسبه لا ريبونس كوريكت هي لو تيتغ سي لا بواطا ميغفي، لو تور سي احمد صفريوي، توجور لي ميم رومارك ال بي ام ماجيسكول اس. دونك بلا ما نعاودو نبقاو نهضرو في هادشي، ديجا هضرت وتكلمت على هاد الامور هادي. بالنسبه لوتور سي احمد صفريوي، لو جونغ ليتيرير فو بوفي دير ان رومون اوتوبيوغرافيك ولا جوست ان رومون اوتوبيوغرافيك، لي دو سون اكسبتابل. بالنسبه لو سيكل سي لو 20 سيكل، علاش؟ لان الروايات كتبات في 1954 ولا تنشرات في 1954، وبالتالي لو سيكل سي كنزيدو واحد يعني كنبداو بالرقم الاول 91 يعني 1900، كناخذوا هاد جوج الارقام ونزيدوا عليها واحد كتعطينا القرن العشرين. دونك نمشيو لا دوزيام كيسيون اللي هي بيان سور لا دوزيام كتكون هي لا سيتوياسيون دو باساج. غير في هاد في لي بروف هادي قالوا لكم بور سيتوي لو باساج ريبوندي على كيسيون سويفونت، يعني باش انك تحدد ليا النص فين جا، جاوبني على هاد السؤال هذا. شنو هو السؤال؟ دوفون سيدي دوفون كي سيدي محمد ا ديجا برونونسي ليكسبريسيون لي بيجو لي وي جو سي كوم لي فلور. دابا السؤال هو مثلا امام من سيدي محمد نطق العباره التاليه لي بيجو سي كوم لي فلور، لما قال لي بيجو راهم بحال الازهار. حنا كنعرفوا ان هاد الجمله هادي تقالت في واحد لو كونتكست معين، واللي هو الاب ملي جا قال الام ديالو يلا غادي نديكم يعني باش نشري الام ديال يعني باش نشري لاله زبيده لي بيجو، فبيان سور غادي تقال هاد الكلمه في هاد المرحله. يعني نتوما شنو خصكم باش بيان باش تجاوبوا مزيان؟ هو انكم تكونوا مراجعين الريزومي مزيان وعارفين لي زيفيرمون اللي كاينين في كل شابيتغ، باش هكا تقدروا تبقاو تسيتوي لو تيكست فاسيلمون. ما تنساوش راه لاني بروشين تبعكم دي زيكزامان اللي غادي يكونوا باغي، بيان سور غادي يكونوا غير فروض ولكن غيكونوا بنفس الطريقه. يعني ملي تكونوا كتقراو لي غومو وكتعرفوا ان النقطه المراقبه شي حاجه اللي مهمه بزاف، ملي تكونوا كتقراو لي غومو توجور قراو لي ريزومي وعرفوا لي زيفيرمون امبورطون دون شاك شابيتغ ولا ما عرفش. دونك اغلبيه كاينين لي شابيتغ لان بثلاثه روايات. نرجعوا السؤال ديالنا، ف امام من قال هاد العباره هادي؟ واش قالها دوفون لوفكي ولا دوفون سي بارون ولا دوفون سون امي حموصه؟ بيان سور لا بون ريبونس سي بليتو سي دوفون سي بارون. دونك انا غير غلطت وعملت هنايا سي، مي نورمالمون سي بي دوفون سي بارون. لا تخوازيام كيسيون سي ريليفي دون لو تيكست اون فراز كي مونتر كو سيدي محمد بونس كي ني با كومبري بار لي غروند بيرسون. غتخرج ليا عباره من النص اللي كتبين ان سيدي محمد كيعتقد ولا كيفكر ان هو لا يفهم جيدا من طرف الاباء.
او من طرف الاشخاص الكبار. دونك هنا باش تجاوبوا مزيان على لا ريبونس خصكم تقراو النص. لا ريبونس انا بوغ موا اللي كنشوفها تري بروش هي سيتي جو كخوا كنت ادون سيت امبوسيبيليتي دو فير بار او زوتر. بون اسمحوا لي غادي نرجع لو تيكست. دونك هي هذيك دو مي ديكوفر دونك كتبتها صحيحه. سيتي جو كخوا ادون انه سيت امبوسيبيليتي هذه يعني عدم الامكانيات دو بوسيبيليتي باردون كتبت هنا غير اس فغتقبلوا عليا راه بحال مباشر تقريبا. دونك قلنا سيت امبوسيبيليتي يعني عدم امكانيات دو فيغ باغ او زوطخ دو مي ديكوفيرت انه ما كيقدرش يتشارك مع الاخرين بالاكتشافات ديالو. دونك هنا راه كيعتقد انه مال كومبري ولا انكومبري باغ لي زوطخ يعني ما غاديش يفهموه الاخرين لذلك ما كيشاركهمش داك الاكتشافات ديالو. ناخدو لا كاتريام كيسيون سي كومبليتي لي زينونسي سويفون. مثلا بور لو بير سيدي محمد اي تان بون غارسون. هنايا خصكم تكونوا قريتو النص مزيان. طبعا الاقتراح ديالي هو بور سيدي بور لو بير بور وي بور لو بير سيدي محمد est un bon garçon. انا جوست جي كومبليتي لا فراز بيان سور نتوما غتكتبوها كامله. alors la bonne réponse هي c'est le copy ses gestes pour faire la prière rituelle. هو غادي يكون طفل جيد الا كان كيقلد الاب ديالو سي جيست يعني الحركات ديال الاب pour faire prière pour faire la prière rituelle باش انه يدير الصلاه المعتاده. وكندن هنا صلاه الجمعه منين جبت لا ريبونس راه سي اي لي كلير دون لو تيكست. ها هي عندنا بور ما مير ايتترا. هنا عندنا بور مون بير جيتي ان اوبجي دو فيرتي. انا كنت واحد المحور ديال الفخر سي لو فوندغدي الا كنت في الجمعه كنقلد ولا كننسخ بون كنقلد يعني التصرفات ولا الحركات ديالو باش انه يدير صلاه الغيتويال المعتاده ولا بون غادي نقولوا ديال الجمعه صلاه الجمعه. اذا هنا ليليمون اللي بغيت نركز عليه بالنسبه لهاد لا كيسيون هادي هو لاحظوا عندنا هنا بور لو بير سي دي محمد اي. لاحظوا هنا لو بريزون دونك حتى هنا خصكم تعتمدوا في لا سيبوردوني ولا وي في لا بروبوزيسيون سيبوردوني خصكم تعتمدوا لو بريزون داكور. دونك هنا فين غادي بحال لي كوم ان بيج. علاش؟ لان في لا فراز عندنا يعني في لو تيكست عندنا لامبارفي مي جو بونس ان في لا ريبونس خص يكون لو بريزون باش هكذا تكون اون تري بون ريبونس. الا درتو لامبارفي يعني تيل كي لي دون لو تيكست ça dépend du professeur, ça dépend du correcteur, de la correctrice ou c'est l'ozarko. Ou à la hasab bien sûr, شنو هو شنو مقرر في التصحيح ديال يعني في داك كنسميو هذاك المرجع ديال التصحيح اللي كيتعطى في مع الامتحانات. alors بالنسبه لا بروبوزيسيون بي السؤال كان هو نفس الطريقه ولكن قال لك بالنسبه للام يعني بور لا مير سيدي محمد اي تان بون غارسون. بالنسبه للام سيدي محمد هو واحد البون غارسون سيل شنو هو الشرط. alors selon la phrase s'il ou la selon le texte s'il se lave les pieds avant d'entrer dans la pièce. نفس الطريقه خصكم تستعملوا لو بريزون. في لو تيكست عندنا لامبارفي هي بور ما مير جيتي ان بون غارسون جيتي ان غارسون بارفي. لاحظوا بارفي هي شي حاجه مثاليه دونك هنا كيبدلوا غير الكلمات. alors j'étais un bon un garçon parfait si je me lavais les pieds avant d'entrer dans la pièce. d'accord. ناخذوا la question numéro 5 هي quels moyens utilise Sidi Mohamed pour vivre en paix avec les grandes personnes. شنو هي الطريقه اللي كيستعملها سيدي محمد باش انه يعيش بسلام مع الاشخاص الكبار. حنا كنعرفوا ان الاشخاص دابا سيرون لو تيكست الاشخاص الكبار ما كيفهموش سيدي محمد. دونك شنو هي الطريقه اللي اخترعها. دونك سيرون لو تيكست توجور هي ولا ريبونس ديالي pour vivre en paix
avec les grandes personnes, Sidi Mohammed choisit de ne pas les initier au mystère de son univers particulier. هو فضل أنه ما يدخلهمش داك العجائب ديال العالم ديالو الخاص. دونك شنو هي الطريقة ولا منين جبت هاد لا ريبونس؟ سي جوست من لو تيكست، راه الى بيان كلير. فكنظن غادي تكون في هاد يعني لي باراغراف ديرني، ما كيهمناش. بون هذه هي لا ريبونس. لا كيسيون نيميرو 6، قلنا كو باردون سيدي محمد او غروند بيرسون اي كو لو روبروشتيل، شنو يعني كيسمح ولا كي يتسامح الى دار واحد التصرف؟ شنو هما هاد التصرفات اللي كيتسامح معاهم، وشنو هما الحوايج اللي كيديروها هاد الاشخاص الكبار وكيلومهم عليها؟ لا ريبونس هنايا نورمالمون كان خصني نمشي للاسئله يكونوا مرتبين، مي هنا غادي نرجعوا للفقره الاولى. الو دونك هنا جو باردوني او غران دو بيرسون دو مو غراندي au besoin de me frapper pour une futilité, mais je leur en voulais à mort de ne pas essayer de me comprendre. Alors, Anna, j'ai reformulé bien sûr la réponse au col. Sidi Mohamed pardonne aux grandes personnes de le gronder. Yani, Anna Sidi Mohamed qui تسامح مع الأشخاص الكبار إلى مثلا غوتوا عليه ولا زعفوا عليه ولا بغاو يضربوه على شي حاجة دارها ماشي هي هذيك، ولكن il leur reproche كيلومهم de ne pas essayer de le comprendre، كيلومهم إلى ما حاولوش أنه يفهموه. La réponse bien sûr راه جبتها من لو تيكست. نمشيو لا كيسيون نيميرو 7 اللي هي ان كيسيون ريلاتيف افيك لا لانغ. ديجاجي دو تيكس 4 مو ابارتونون او شون ليكسيكال دو طون. غادي تخرجوا لي 4 ديال الكلمات اللي متعلقين بلو شون ليكسيكال دو طون، يعني الوقت. كاينين بزاف ديال الاقتراحات من النص، انا غادي نعطيهم ليكم كاملين بيان سور حسب رايي، نقدر نغلط نقدر ننسى شي كلمه، فهادو غير الاقتراحات ديالي، وهذا تصحيح شخصي ماشي تصحيح رسمي. فوقاش كيبان التصحيح الرسمي حتى كنبداو نصحو الامتحانات، هذا يعني غير مجهود شخصي فقط، نقدر نغلط ونقدر نكون على صواب. الوغ عندنا اول حاجه اللي كنقول انها دو طون هي اسيزون. لاحظوا هنايا اسيزون يعني في عمر 6 سنوات، يعني هنا كي بريسيزي لا بيريود ولا لو طون اللي وقع فيه هاد لي زاكسيون. دونك ان مون سونس اسيزون هنا لعبات الدور ديال لو شون ليكسيكال دو طون. عندنا افون قبل، كنعرفوا ان افون سي ان ادفيرب كي بو ايتر ان ادفيرب دو طون، دونك جي اونتوري هاد لو مو. عندنا لو فوندرودي اليوم، دونك راه اليوم الجمعه راه حتى هو طون. بالنسبه دوطرو بروبوزيسيون عندنا دوبوي موندو، دونك سي اوسي سي ان ادفيرب دو طون استعملته وعندي الحق. ان كار دور ربع ساعه هي لو طون. عندنا هاد ليكسبريسيون دو طون ا اوتر، ولكن انا جيزيت بور دو طون ا اوتر. علاش هادو اللي سطرت عليهم جيزيت بور او؟ علاش؟ حيت هنا قالوا لنا غير ديمو، ما قالوش دي زيكسبريسيون، دونك انا شويه مترده كنحاول نقول غير او. مثلا تقولوا غير هكا ان اس يعني او العام، ولا سي الا درتو سي بوحديتها غادي تكون خاطئه. بون نرجعو كاردور، كنظن راه ما يمكنلاش يتي لوكيسيون، هادي ما يمكنناش نفرقوها، دونك غادي نستعملوها كيف ما هي. عندنا دو طون زاوتر ممكن مقبوله. Et pour la dernière proposition, bien sûr, ma proposition, il y a l'asr, le وقت ديال الصلاه. Donc, حنا ملي كنقولوا مثلا نتلاقاو مع المغرب، نتلاقاو مع العصر، راه هذا pour nous est un temps. Donc, c'est pour cela, j'ai utilisé ou là, j'ai relevé هذا le mot, j'ai utilisé, employé هذا le mot comme un champ lexical de temps. نمشيو لا كيسيون سويفونت اللي هي متعلقه ب toujours بلا لونغ. قالك هنا كيل فيغور دو ستيل ريكونيسيفو دون لا فراس سويفونت. شنو هي لا فيغور دو ستيل عندنا في هذه الجمله؟ لي بيجو سي بو كوم لي فلور. الوغ ولا التتمه ديال السؤال اي كي لوني لي فير ريشيرشي. لاحظوا هنا عندنا 0.5 نقطه في جوج، يعني الا جاوبتي عطيتيني لا فيغور دو ستيل راه غتكون عندك نص نقطه، الا عطيتيني كي لوني لي في يعني عطيتيني لي في ريشيرشي بار سيت فيغور دو ستيل فغتكون عندك نص نقطه. اذا سي بيان كلير لا ريبونس هي اون كومباريزون. انا جي اتيليزي سيت اكسبرسيون، il s'agit d'une comparaison.
لاحظوا دابا بالنسبه لي في ريغوشيرشي انا خليتها باش نستغلوا هاد لا فيديو ونقول لكم كيفاش تخرجوا لي في ريغوشيرشي. انا بالنسبه لي في ريغوشيرشي عطيتكم واحد لا فيديو اللي كنشرح لكم جينيرالمون كيفاش نخرجوا ان اف اي. سيروا لا بلاي ليست ديال لا لونغ غتلقاو فيها كيفاش نخرج لي في ريغوشيرشي دون فيغور دو ستيل. دابا جينيرالمون ملي كتكون عندنا اون كومباريزون، علاش نظركم كنديروا اون كومباريزون؟ راه باش اننا كنركزوا على الصفة المشتركة بيناتهم. دونك انا اول حاجة علاش هو مثلا استعمل اون كومباريزون، راه سي كيف قلنا باش يركز على اون كاركتيرستيك. دابا غادي نقولوا سون افي اي دو. دابا قلنا نركزوا غادي نقولوا ميتر اون غولييف، مطخ اون غولييف. الا جينا مثلا نقولوا ان كاركتيرستيك كيما عطيتكم في القاعده العامه غنهضروا دو مانيير جينيرال، يعني تقدر تكون مقبوله من المصحح تقدر ما تكونش مقبوله. دابا في نظركم شنو هي الحاجه المشتركه ما بين لا فلور و لي بيجو؟ انا كنقول يا اما غادي تكون لو ديكور ولا لا بوتي ولا شي حاجه. دونك انا غادي نقول سون افي اي دو ميتر اون غولييف لا بوتي. بيان سور شنو هي المشبه؟ دونك هو لي بيجو. الوغ غادي نكتب يعني الجمال ديال لي بيجو، هو كيركز على الجمال اكثر ديال لي بيجو اكثر ما كيركز على الجمال ديال لي فلوغ. علاش؟ لان لي بيجو هما اللي شبههم بلي فلوغ. كانت مثلا نقولوا لي فلوغ كوم دي بيجو غادي نقولوا سون افي اي دو ميتر اون غولييف لا بوتي دي فلوغ. الوغ هنا غادي نقول سون افي اي دو ميتر اون غولييف لا بوتي دو او بيان دي بيجو. سي ولا غادي نقولوا لو ديكور دي بيجو. سا ديبون، بون ليسونسييل سا ديبون، يعني نتوما شنو فهمتوا وكذلك شنو هما الاقتراحات اللي غادي تعطاو في التصحيح الرسمي. الوغ ليسونسييل عندنا هنا اننا نستعملوا دو متر اون غولييف شي حاجه لا بوتي ايتترا. كتشوف انا هذا هو الاقتراح ديالي، يقدر يكون عندكم اقتراح اخر يشفي يكون ريزونابل. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 9، سيدي محمد اتيل ريزون دو كاشي سون انيفير بارتيكولي او غران دو بيرسون؟ واش كان عنده الحق انه يخبي شنو كنقول زعما العالم ديالو على الاشخاص الكبار؟ انا بالنسبه للاقتراح ديالي قلت انا جو تروف كو سيدي محمد ا ريزون باسكو لي غران دو بيرسون نو فون با لو كومبروندر. انا كنشوف ان سيدي محمد عنده الحق، علاش؟ لان الاشخاص الكبار ما غاديش يفهموه، او كونترير بالعكس ils vont se moquer de lui. غادي يستخروا منه. tel est le cas avec ses parents quand il leur révèle que les bijoux sont comme des fleurs. كيف ما هو الحال مني الابوين ديالو يعني سخروا منه منين سيدي محمد خبرهم ولا قال لهم ان لي بيجو سون كوم دي فلور، يعني لي بيجو بحال لي فلور. هذا كيبقى اقتراح شخصي، انا فقط كنعطيكم دي بروبوزيسيون. هنا بالنسبه لا كيسيون الطريقه ديال التقييم ديال هاد لا ريبونس هادي ما كيحددوش لينا واحد الجواب معين، كيقول لك ان خص تكون لا ريبونس ريزونابل وما فيهاش الاخطاء، والا استعمل واحد ان ارغيمون يكون ان ارغيمون بيرتينون، ماشي الحجه في الغرب والجواب في الشرق. مثلا لا كيسيون نيميرو 10 وسمحوا لي طولت عليكم، كيل سونتيمون ايبروفيفو بور سيدي محمد كي باس بوكو دو طون افيك سا بواط؟ شنو هو الاحساس اللي كتحسوا به نتوما تجاه سيدي محمد اللي كيدوز بزاف ديال الوقت مع العلبه ديالو؟ انا الاقتراح ديالي قلت جي بروف ان سونتيمون دو بيتي، انا كنحس بواحد الاحساس ديال الشفقه اليغار دو سيدي محمد تجاه سيدي محمد. كار il s'avère bien d'après le roman، لانه يبدو جيدا من خلال الروايه كيل اي ان اونفون سول، كيبان واحد الطفل اللي هو حزين وحيد. اي مال كومبري ولا كاع من الافضل نقولوا ان كومبري، لا يفهم ولا يفهم لا يفهم جيدا باغ لي زوتر، لانه يعني الاخرين ما كيفهموهش مزيان. كيف قلت لكم هادو اقتراحات، نتوما خصكم غير في لا ريبونس تستعملوا دي زارغيمون اللي يكونوا مزيانين اي اونسويت يكونوا ملائمين. بالنسبه لو سوجي لي زادولت، لي زادولت استيم كو لي جون سون دو بلوز اون بلو ميشون، ان الكبار كيعتقدوا ان الشباب يعني غاديين وكيوليو اشرار اي ان كونترولابل، يعني غير ما كنقدروش نتحكموا فيهم. لي جون
الشباب دو لوغ كوتي من الجهه ديالهم ديز كي سون انكومبري بار لي ادولت، كيقولوا انهم لا يفهمون من طرف الكبار، اي كو سي ديرني، وان هاد الاخيرين يعني هاد الكبار هادو ne font aucun effort pour les comprendre، ما كيديروا حتى مجهود باش يفهموهم. كي يا دي دو ا ريزون دابري فو، شكون فين يعني بيناتهم اللي كيبان لك عنده الصح؟ هنا بالنسبه بيان سور نتوما شنو كتنتظروا من هذا لو سوجي، غير الطريقه ديال العمل. انا كنشوف يا اما غديروا ان بلون ديالكتيك اللي غادي تقولوها لي زادوت اللي كيعتقدوا ان الشباب ولاو قباحين وغير انكونترولابل، ما كنقدروش نتحكموا فيهم، هو علاش ها هما لي زارغيمو ديالهم، ولا تقولوا مثلا لي جون ها هما لي زارغيمو ديالهم، وراه كيدافعوا كيعتقدوا العكس، كيقولوا ان لي زادولت هما اللي ما كيفهموهمش وها هما الحجج ديالهم، وحتى الاخير تعطي الراي ديالك الشخصي شكون اللي عنده الصح، ولا دير لو بلون كومباراتيف، مثلا تقول لي زادولت ها كيفاش كيفكروا ولي جون ها كيفاش كيفكروا، تقريبا بحال ديالكتيك، بحال كومباراتيف في هذه الحاله، وحتى الاخير تعطي لو بوين دو في ديالك. هادشي ما كيمنعش انكم تستعملوا لو بلون سامبل، علاش؟ لان حتى شي حاجه ما كترغمك تستعمل لو بلون سامبل. انا كنفضل ولا لو بلون ديالكتيك، انا كنفضل تستعملوا واحد لو بلون حسب يعني النيفو ديالكم في الفرنسي. اللهم دير ان بلون سامبل اللي يكونوا فيه حجاج متواضعين ولا لونغ متواضعه، وتجيب واحد النقطه اللي هي كوميم متواضعه، ولا دير ان بلون ديالكتيك ما تصدق يعني ما خدم مزيان، ما والو، معمر لو تيكس بالاخطاء، وبيان سور غادي تكون نقطه قبيحه. هادو مجرد اقتراحات صراحه بالنسبه للتصحيح، ما نقدرش ندير دابا الانشاء لان الضغط ديال العمل والضغط ديال هاد لي فيديو، ف بروشينمون غادي نصحح هاد لي برودكسيون اكريت، ولكن البروموسيون اللي طالعه غادي نعطيها للحجاج اللي غتلائم هاد المواضيع هادو. دونك وصلنا لنهايه الفيديو، كتسمحوا لي الى كان شويه ديال التشويش ولا شويه ديال الصداع، اسمحوا لي كذلك طولت عليكم، ولكن الشرح ديال ليكزامان هو اللي فرض علينا هاد المده هادي. كنشكركم بزاف اي ا تري تري بيانتو.